النهاردة الجمعة 3 فبراير 2023 قررت اني ازور معرض الكتاب الموجود في قلب القاهرة، وهسيب لكم اللوكيشن بتاعه تحت في الديسكريبشن. بدأ يومي بمقابلة المصور بتاعنا الجميل عمرو الشرقاوي، وبعدين اتقابلنا مع المونتير الرائع عامر سعيد وانطلقنا على بركة الله. مش اول مرة ليا، بس حرفيا المرة دي غير. طريقة التنظيم وكمية الحضور واهتمام الناس بالقراءة رجعت لي ثقتي في نفسي وفي مجتمعي بعد ما كنا بدأنا نفقد الامل. قطعنا التذاكر واللي بالمناسبة قيمتها 5 جنيه بس، وبدأنا الرحلة. المعرض مميز بطريقة خيالية حرفيا. اي كتاب محتاجه هتلاقيه، سواء كان اهتمامك بالسياسة، بالرياضة، بالفن، بالدين، بالاقتصاد، ده غير الروايات والقصص. كل ده موجود ومتاح وبأسعار في متناول الجميع. الجميل بقى انك هتلاقي ناس من معظم بلاد العالم، اما ممثلين عن بلادهم وثقافتهم او زوار زي حضرتك، وفي الحالتين حضرتك مستفيد من تواجدهم جنبك، لانهم هيدوك انطباع عن تراثهم وفكرهم. مش عايز اطول عليك، بس نصيحة لو قدرت تيجي ما تضيعش على نفسك فرصة عظيمة زي دي، ويمكن تكون زيارتك للمعرض واقتنائك لكتاب واحد سبب في تغيير حياتك للافضل مدى الحياة. الفيديو ده تصوير وسكريبت عمرو الشرقاوي، تنفيذ فايز ابو عزب، اخراج عامر سعيد. ادعمنا بلايك وشير وكون داعي للخير.